شهر واحنا سامحين ان تاخرنا عليك، بس نمون عليك وانت اعلاميه وتعرفين يعني العمل الاعلامي والبرامج الحواريه تاخذ وكلام جميل من ضيوفنا. بدايه سمعتي كلامنا كلام الاخوان قبل لا ننتقل الى موضوع التراشق الاعلامي ما بين بعض الاعلاميين المصريين وبعض الاشخاص في السوشيال ميديا يعني موجودين عندنا في الكويت. ودي تكلمينا في البدايه على اللي كل ما سمعتيه في هذه الحلقه. اولا مبارك عليكم الشهر، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه حياك الله. احيي ضيوفك الكرام الاستاذ ماضي الخميس، الاستاذ سامي النصف، الاستاذ وليد الجاسم والدكتوره فاطمه، واحييك احمد طبعا زميلي وصديقي في الاعلام. الله يحفظك. ولو تسمحوا لي اعتبروها كما ترون، ولكن احقاقا للحق، أول مرة أنزل الشارع الكويتي أشعر بأن عندي وزير خارجية شاب، عندي رئيس مجلس وزراء، عندي وزير داخلية، شباب الداخلية مشرقين في كل دولة الكويت، عندي وزير صحة يخليني أقعد طول اليوم أتابع الأخبار على تلفزيون دولة الكويت الرسمي. فأنا طبعاً كل الوزراء أحييهم جميعاً، وأحيي الأستاذ الناطق الرسمي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الأستاذ طارق المزرم، هذا واحد. نعم. تحدثت عن الإعلام أو الإعلام الحكومي والإعلام الخاص، وهذه نقطة أنا بوجهها للأستاذ ماضي الخميس لتواصله مع العالم العربي إعلامياً. نعم. أحياناً الإعلام الخاص يضر بالدول ويصدر صورة معكوسة عن الدولة وعن الشعب. كيف؟ وإذا لم يدار جيدا وبحكمة رح يعني تفلت المسألة. تلفزيون دولة الكويت استعان بالزميل عبد الله بوفتين، نعم، ولكن أنا أقولها على الهواء، أنتم جميعا تعلمون عني، أرفع القبعة لعبد الله بوفتين، ولكن هل تلفزيون دولة الكويت ما في كفاءات وكوادر ولكن تنقصها فرصة الظهور؟ هنا نتحدث أستاذ وليد الجاسم ألمح للموضوع، دكتورة فاطمة لها أن تعلق، أستاذ ماضي الخميس، أستاذ سامي النصف. نحن لدينا كوادر في التلفزيون الحكومي قادرة على إدارة المرحلة كاملة، إحنا 24 على 24 يعقمونا وننزل نص الليل، ننزل الصبح، ننزل الميادين، ولكن نحن في خدمة دولة الكويت، بس أعطونا فرصة. وفي نفس الوقت يعني ليش ماكو فرصة؟ يعني ماكو فرصة حنان؟ ما في فرصة؟ في كوادر، لا أحمد، في عندنا كوادر، ولكن للأسف الشديد مو معقولة طول اليوم تشوف مذيع واحد. نحن لدينا بس كفاءات وقديرة. شفنا بالتلفزيون أكثر، شفنا بالتلفزيون أكثر من إعلامي، وهناك يعني أنا والله معجب في زميلات لي إعلاميات طبعاً. أنوار طبعاً. مراد أيضا الكندري، أنوار فاطمة الكندري، مناير فاطمة الكندري، فاطمة الكندري، مجموعة من البنات الصغار، وبالإضافة للمخضرمين أنت والجزاف والآخرين. نعم. نعم معاكم. نعم تفضل. لا نحن فقط في ديسك الأخبار، يعني احنا لم ندير حوارات، نحن فقط كنا على ديسك الاخبار، ولكن كل من تحدثت عنهن يرفع لهم القبعة. لا انا اتحدث مثلما تفضل الاستاذ ماضي، تحدث عن الاعلام الخاص والاعلام الحكومي. بالفعل يجب ان يكون هناك اعلام خاص بس يدار بحكمة، وايضا يفعل الدور الاعلام الحكومي اكثر ويكون ميداني اكثر. فأنا أوافق الرأي مع أستاذ ماضي الخميس. نعم تفضل أبو عبد. ساك الله بالخير وقرت عينك، أعتقد بنتك وصلت صح؟ بنتك قرت عينك إن شاء الله بسلامتها. الحمد لله وين أبي. أول شيء أنا بختلف وياك، يعني اليوم إحنا النادي إن التلفزيون اليوم مو حكر بس على الموظفين العاملين في وزارة الإعلام، وطول عمره تلفزيون الكويت يستقطب صحيح. إعلاميين يوسف الجاسم ويمكن غيره كانوا إعلاميين من خارج التلفزيون يقدمون برامج، واليوم مو بس أكيد طبعا اليوم أكيد. خليني أكمل بس نعم. لو سمحت اليوم في الأزمة استعانوا اللي أنا انتبهت لهم، يعني
أخونا عبد الله بوفتين والأخ علي مبارك في تقديم فقرات. يمكن عبد الله بوفتين كان 20 دقيقة مدة برنامجه وعلي مبارك 10 دقائق. يعني تختلفين تتفقين، ولكن أنا أشوف ما في ضرر اليوم إنه والله إنه يستعينون. إحنا زعلانين إن أصلاً عبد الله توقف برنامج لحظة. هل توافق أن أنت في هذا الظرف الاستثنائي أن يتوقف عبد الله بوفتين؟ بالعكس، إحنا كنا نبي عبد الله بوفتين يستمر معنا لأن الأزمة مستمرة. ما فهمت أنا. وكان جداً في طرح عميق. أنا لدينا الكفاءات. لا بعد ما طلع خلاه يستمر، مو الشخص عبد الله، الفكرة العامة. في قضية أن هناك كفاءات. كان المفروض عبد الله يبقى معنا لنهاية الأزمة. يعني أنا أعتقد يعني مثل ما تفضلوا أن الفرص يعني موجودة، واليوم فرصة أن أي أحد يطلع، يعني وجود أخونا عبد الله ولا علي مبارك ولا غيرهم موجود. وأنا عبد الله بوفتين أوجه له طبعا التحية، وأنا أعرف أنه هو كان طبعاً. هذا اتفاقه أن فترة يعني محدودة، وهو عمل هذا العمل تطوعا طبعا يعني بدون مقابل، مقابل أن من أجل يعني أنه يعني احتاجت نعم. الظروف الإعلامية يعني. بالعكس، يا ريت عبد الله بوفتين خلى كل الناس تنطر ظرف استثنائي. يعني انا ما مو قاعده اقلل، بالعكس احنا زعلنا انه طلع. كنا نبي يستمر لنهايه ازمه كورونا. انا اؤيد كلامك يا استاذ ماضي، ان يكون هناك اعلام خاص يدار بحكمه ويفعل دور الاعلام الحكومي. وصلت نعم النقطة؟ وضحت اخت حنان. اخت حنان، انا يعني ودي اتكلم وياك بما انك يعني في موضوع التراشق الاعلامي، وانا يعني اليوم يعني اصريت انك تكون. بس ممكن تغير الاسم تراشق اعلامي، وايد صار كبير الموضوع. لا حقيقه لازم لازم لا لا ابو عبد الله، شنو يعني خمسة اليوم ستة من تراشق السوشيال ميديا؟ لا يعني الكويت واعلام من مصر. هذا اللي بيقوله ابو عبد الله عشان تكون الصوره واضحه. ابو عبد الله اعلام مصري صحيح، والاعلام المصري لا يتحرك الا بموافقه، خلينا نكون واضحين، مقابل الكثير من الحكمة في الإعلام الخاص. لأن عدة مرات الأخت حنان كررت حكمة في الإعلام الخاص الكويتي فيه الكثير من الحكمة والكثير من ضبط النفس والكثير من التقدير لضعف الحكومة الكويتية في المواجهة. هذا كلام لازم يكون واضح، وأي تلميح لنقص الحكمة في القطاع الخاص مرفوض تماماً ولا يقبل. يبقى عاد التراشق الإعلامي، هذا مواطنين الكويتيين أخذتهم الحمية في الدفاع عن وطنهم أمام ضعف الحكومي. هنا تكون النقطة واضحة. غير ذلك أي تلميحات من هذا النوع أرجو أنها تكون واضحة عشان الردود تكون واضحة. زين تفضل كمل. أنا لا أختلف معك يا أستاذ وليد. الإعلام، بما أن تحدثت، أنا لا أشير لدولة الكويت بأي شيء صدر منها خطأ، أنا أشير بأصابع الاتهام. وأعتقد أني أنا طلعت بفيديو خاص على تويتر وطالبت الإعلام المصري والمسؤول عن الإعلام المصري أن يرد ردا قاطعا على ما يدور من تلاسن من الإعلام المصري والاستعانة بفيديوهات لا تليق بالشعب المصري. نعم، وأعتقد موجود. أن موجود. الفيديو يعني أخذت كل وكالات الأخبار. هذا موجود حقيقة، هذا موجود وانتشر بشكل كبير. أنا أسألك عن هذا التراشق، رأيك في هذه المسألة؟ يمكن أبو عبد الله مو راضي على مفردة التراشق، وأنا راح أقول له ليش بعد شوي. أنا قاعد أقول ليش أقول تراشق إعلامي، ومثل ما تفضل يعني أبو خالد، أنا أؤيد أبو خالد في جزئية أن الإعلام الكويتي كان منضبط. حنان، الإعلام الخاص كان منضبط، لم تصدر أي إساءة من قبل الإعلام الكويتي الرسمي أو الخاص طول عمر الإعلام في دولة الكويت منضبط. لا لكن الإعلام المصري، هناك بعض الإعلاميين، بعض إعلامي مثل نشأة الديهي وآخرين، قنوات فضائية مصرية تحدثت عن الكويت. تمام. يمكن لتحدث بعض أشخاص مواطنين كويتيين خدتهم الغيرة على بلدهم أن هناك إساءات فردوا من خلال السوشيال ميديا. فأنا هذا السؤال لك أم إبراهيم، تفضل. وأنا قلت الكلام هذا، قلت لن توجه إساءة للشعب الكويتي ولن يرد الشعب الكويتي. بالتأكيد رح يرد الشعب الكويتي، ولكن أنا أسف أن نشأة الديهي يتحدث وكأنه يتحدث قارئ مانشيت، لم يبحث في حقيقة الإجراءات اللي قاعدة تتخذها دولة الكويت لحماية شعب دولة الكويت. استضافت المخالفين
وأسقطت من عليهم المخالفات وأمنت لهم المأوى والمأكل والمشرب لحين أن تتخذ الحكومة المصرية الإجراء الصحيح وتسحب المخالفين للإقامة لجمهورية مصر العربية. بدأ نشأة الديهي بالتراشق الإعلامي ولا مش هل أنت بحث؟ ليس هناك في الإعلام الخاص في مصر من بحث في مشكلة المصريين في دولة الكويت وفي السعودية وفي الإمارات. أنا اللي وجهت اللوم وأنا اللي قلت أن تكون هناك حكمة. عيب 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 أن هذا التلاسن والتراشق ما بين إعلاميين نشوفهم. أنتوا بتمنعوا الفيز ليه عن المصريين؟ حتى من دولة الكويت التزموا الصمت واحتراماً لهم، ولكن كان لازم يطلع أحد يقول يا جماعة الخير إحنا عندنا عدد 5200 ليسوا موبوئين، وأنا قلت مليون مرة بالفيديو مو موبوئين، ولكن في إجراء حكومي وطلبت السفارة المصرية والقنصل المصري أن يتجه يزورهم. نعم. ويشوفهم. أم إبراهيم، أم إبراهيم سؤالي لك أم إبراهيم، يعني أكيد ما حد يشكك على متانة العلاقة الكويتية المصرية في هذا الأمر، هذا أمر يعني ما في مجال للحديث صحيح. أو نتناقش فيه، أعتقد ما يربط الكويت ومصر أمور كثيرة ويعني ما يحتاج نتكلم عنها، لكن السؤال جداً. هني يقول جداً. اليوم القنوات اللي قاعدة تطلع بتصورك ما أنك أنت مصرية الأصل كويتية الجنسية وتفتخرين إن كنت مصرية الأصل أو جنسية كويتية الجنسية، أنا اللي أقوله صحيح. أنا اللي أقوله لماذا لا يكون هناك لماذا لا يكون يا أم إبراهيم هناك موقف برأيك من قبل الحكومة المصرية بإيقاف مثل هذا الهجوم على دولة الكويت من قبل بعض البرامج التلفزيونية؟ يعني إحنا في الكويت يمكن أي واحد ما شاء الله وزارة الإعلام على طول حاسبوه ولا كذا، والحمد لله لم يكون هناك أي إساءة من قبل أي قناة خاصة أو قناة رسمية أو إعلاميين، يبقى هم هناك أشخاص في السوشيال ميديا قد خذ يعني الوازع الوطني الواجب الوطني في الرد على إساءة بعض الإعلاميين اللي موجودين في قنوات مصرية. حقهم أي. حق باعتقادك لماذا لم يتم إيقاف مثل هؤلاء؟ أنا لن أتحدث عن الحكومة المصرية، ولكن أنا أوجه السؤال لمن هو مسؤول الآن عن الإعلام، الصحفي المحترم جدا الإعلامي وزير الإعلام الأستاذ أسامة هيكل. نعم. يجب أن يخرج وتكون له رسالة، لأن كل القنوات إلا قناة مكملين وقناة الشرق التي تعمدت الخروج في هذا الوقت وتبث الفتنة وعلى أنهم مصريين وبيتكلموا في صالح المصريين، دي قناة إخوان وأنا بقولها على الهواء، دول بيبثوا من تركيا، إنما على الأستاذ الإعلامي وزير الإعلام أسامة هيكل أن يوجه رسالة رسمية للإعلاميين اللي طالعين من القطاع الخاص. لم يكن هناك أي إعلامي من الجهات الحكومية المصرية خرج وأخطأ في حق الكويتيين. نعم. كل من لذلك قلت أن تدار القنوات الخاصة بحكمة ليس لدولة الكويت ولكن لجمهورية مصر. أم إبراهيم خلك ويانا أم إبراهيم، خلنا أخذ أراء أبو عبد الله في الكلام اللي قال. أول شيء يعني أنا ما بأكد على عمق العلاقات بين الكويت ومصر والعلاقات التاريخية والإعلامية وسير. أنتوا خدتوا جانب واحد، هو جانب كم إعلامي من مصر هاجم الكويت، مصر اللي فيها 100 مليون. طيب في أكثر عشرات الإعلاميين يمكن وصلوا 70 أو 80 واحد والمثقفين على رأسهم وزيرة الثقافة من أسبوع طلعوا بيان وبيان واضح ونشرت الصحف كلها حتى بالكويت يدين هذه الهجوم على الكويت ويحيي الكويت، وكان على رأس اللي موقعين على البيان إناس عبد الدايم الدكتورة وزيرة الثقافة وكثير من الإعلاميين والفنانين والشخصيات المثقفة يعني المصرية، وهذا بيان محترم. بس ابو عبد الله يقول لك هذا شكلي، الناس لا ماكو شيء اسمه شكلي، لا شكلي انا بيان وانا اخلي القنوات الخاصه لا ما حد خلاك، لا ما حد خلاك إيه؟ انت الحين انت كان القنوات زين، في قنوات خاصه مدحت يعني اطلع في ناس تكلموا كلام عاقل، في اثنين ثلاثه تجاوزوا في النقد هذا كلام ثاني اوكي ايدك انا غير مقبول وغير مرفوض وقصدي ومرفوض وغير مقبول
ولا يمكن نتجاوزه، ولكن انا لا يمكن اعمم الاعلام المصري ولا الثقافه المصريه. ما ولا في احد عمم. اي انا اقول لك في تجاوزات. استاذ ماضي انا لم اعمم، بس اكمل وجهه. حتى انا حتى اللي ردوا على على من الكويت انا اقول انت رد بالعكس، بس حتى لا انا اقبل الاساءه في الرد او في النقد من المصريين، ولا انا اقبل اني اسيء ايضا لشعب مثل مصر في ردود او في بعض العبارات او مفردات. رد وانتقد مصر مثل ما تبي، ما حد يقول لك يعني في خط احمر على الانتقاد. نعم انتقد صحيح. وقول وشوف الاجراءات وانتقد الاعلام وانتقد كذا، واحنا كله قاعد نسويه يعني. نعم. احنا قاعد نكتبه ونمارسه، ولكن انا اقول لك في جانبين، في ناس في كذا مذيع طلع وتكلم، بس في عشرات ايضا في المقابل قاعد يكتبون ويطلعون. بس انت قاعد وين العشرة في المقابل؟ هذول حبيبي هل العشرات هل العشرات نعم يا استاذ ماضي اسمعني. نعم. استاذ ماضي الرسائل الصوتيه المصوره من بعض من بعض الاعلاميين الذين لم يبحثوا جيدا فيما يدور في دوله الكويت. متفق وياك، انتشرت النعت الهشيم، انتشرت يا استاذه. متفق معاك، وانا واحد من الناس اللي من اول الناس اللي تحركوا وبادروا واتصلوا وعملوا، واحد ما يبي يقول واخذ موقف في هذا الشيء، ولكن انا قاعد اقول لك ترى الامر لجانبين، في فعلا ناس اساءت وتجاوزت وقالت، وهذا كلام مرفوض مثل ما احنا نرفضه في مجاميع كبيره مصريه ترفضه، في جانب ثاني في مجاميع ايضا من مصر كان لها مواقف ايجابيه واسماء كبيره ومعروفه ومحترمه ومقدره. فاحنا مو بس نركز والله على كم صوت طلعوا نقول والله مصر كلها، إذا جانبين خلينا إيه. أنا لا أعمم ولن أقبل أن يقال مصر كلها. إيه نعم أوكي. ما يا أستاذ ماضي أنا راح أرد مرة ثانية وأقول أنا وجهت في رسالتي الإعلامية، ويمكن لذلك أحمد زميلي الإعلامي أحمد الفضل قال لي أبيت شوياي في صحيح صحيح الموضوع، إن الصورة التي نقلت من الأبواق القليلة المصرية باتت هنا في دولة الكويت وكأنها مصر كلها تحدثت عن الكويتيين، ولذلك وجهت رسالة وقلت لو سمحتوا لا تأذوا المصري اللي أوراقه سليمة المحترم الذي دخل دولة الكويت ينهي عن أذى. بالعكس احنا انت شوف التقارير اللي نزلوها بالاعلام يا سيدي، حتى المخالفين ما حد عذاب، ما حد عذاب، المخالفين قاعدين ساكتين احمد. بس امور زينه يعني. ابو عبد اللطيف الله بالخير.